بسم الله الرحمن الرحیم، یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت الرب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر و هذا شهر علمته و کرمته و شرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من الف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.